الملعب وزميلتنا سالة حامد ولقاء مهم مع الدكتور احمد عادل طبيب الفريق عشان نطمن من المصابين وعودة المصابين ايضا. اليك الكلمة سالة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن هيثم معانا لقاءات قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم مباراه الاهلي، وسموحه معي في هذه اللحظات دكتور فريق النادي الاهلي لكره السله الدكتور احمد عادل. برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك دكتور احمد. عايزك في البدايه طبعا تطمني عن الاصابات والغيابات اللي طبعا موجوده في صفوف الفريق. مين النهارده هيكون موجود في القائمه طبعا بعد رجوعه من الاصابه، ومين النهارده هيغيب عن مباراه اليوم؟ احنا النهارده الحمد لله الفريق كله موجود ما عدا محمد مصطفى واحمد سلعاوي. احمد سلعاوي لسه بيعمل تاهيل في الجيم، وفي الفتره الجايه ان شاء الله يبقى بيتمرن مع الفريق وهيبتدي مع الفريق يعني قريب ماتشات على اول رمضان كده. يمكن بنشوف النهارده في الملعب وفي قائمه الفريق رجوع احمد حمدي وابراهيم الجمال بعد ما كانوا بيعانوا من اصابه الفتره الماضيه. هما يعني العشر ايام اللي فاتوا كانوا بيعملوا تاهيل، والحمد لله هم يعني احمد حمدي وابراهيم الجمال وايهاب بعد موضوع صباعه خلاص انتظموا مع الفريق وان شاء الله يشاركوا النهارده. عايز تكلمني اكتر بتفاصيل عن اصابه محمد مصطفى مودي. يمكن كان ليه حديث معاك قبل بدايه المباراه اليوم وقلت لي انه كان انصاب امبارح في التمرين اثناء وجوده يعني في التمرين اللي كان امبارح يعني موجود هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل. هو محمد مصطفى كان عنده مزق في ظهره وخلاص انتظم مع الفريق مثلا من اسبوع بدا يتمرن، بس هو للاسف امبارح في التمرين جاله التواء في الكاحل، فهو لسه هيقعد فتره علاج طبيعي ان شاء الله يبقى معانا في ماتش الاتحاد ان شاء الله. دكتور احمد، هل في ما بينك وما بين مخطط الاحمال يعني في زي اتفاق في تفاهم ما بينك وما بينه عشان تقدروا يعني ترجعوا اكتر اللعيبه لحالتهم البدنيه يعني اللي يقدروا يلعبوا بيها المباريات؟ اه طبعا، يعني مش مخطط الاحمال وبس، يعني انا والجهاز الفني واخصائي العلاج الطبيعي والمساج والاعداد البدني، لانه كل ده يعني هي تيم ورك، فلو واحد بيعمل حاجه التاني مش متابعها فمش اللعب مش هيرجع بسرعه. فاحنا زي ما قلنا قبل كده احنا بنحاول ان احنا نتفادى الاصابات، بس خلاص طالما الاصابه حصلت احنا شغلنا ان احنا نرجع اللعيب بسرعه عشان برضو يبقى الجهاز الفني مستريح وهو شايف 15 لاعب قدامه فيعرف ينقي ال 12 اللي هيدخلهم السكور والثلاثه اللي بره، فما يبقاش مزنوق ان لا هو قداموش غير 12 او ما قداموش غير 10 ويجيب اثنين من الناشئين. فان شاء الله كمان محمد مصطفى يبقى معانا الفتره الجايه هو وسلعاوي ويبقى الفريق كله كامل وان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات ثانيه. دكتور احمد، عايزك تطمني اكتر عن حاله لاعبي النادي الاهلي في صفوف طبعا الفريق. عايز اعرف هل في لعيبه بتعاني مثلا من اصابه بسيطه ممكن تمنعهم عن المشاركه في المباريات ام لا؟ لا، احنا دلوقتي ما عندناش حاجات بسيطه الحمد لله، يعني برضه لو حد عنده اي اصابه حتى لو بسيطه مشاركته هتؤدي ان هي تتفاقم ويبقى في مشكله بعد كده. ما احنا الخسرانين برضه في الاخر ان هو هيقعد مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع مش مع الفريق، فاحنا ما فيش حد بندوس عليه ان هو يلعب، لا هو اي حد عنده اصابه فهو عنده اصابه بيريح ويتعالج وبعدين يرجع، لكن غير كده الفريق كله كويس ما فيش مشكله. قبل ما اختم معاك يا دكتور احمد، عايزك تطمني بقى عن حاله كابتن طارق الغنام طبعا بعد ما اعلن عن اصابته بفيروس كورونا. احنا عندنا مش كابتن طارق بس، احنا عندنا اثنين في الجهاز عندهم كورونا دلوقتي، دكتور هيثم اخصائي العلاج الطبيعي وكابتن طارق الغنام. بس دكتور هيثم ان شاء الله هنعمل له مسحه يوم 4، وان شاء الله لو طلعت سلبيه يبقى معانا في الماتش بتاع سبورتنج. وكابتن طارق لسه من ثلاث ايام بعد اليوم بتاع ماتش الزمالك، فهو حالته مستقره وان شاء الله يعني ياخد فتره العزل بتاعته والعلاج، ويعني 10 ايام كده ويبقى معانا ان شاء الله. بشكرك جدا يا طبعا يا دكتور احمد، وان شاء الله يعني كل لاعبي النادي الاهلي يرجعوا بالسلامه من الاصابه وكل يكون متواجد في قائمه الفريق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الدكتور احمد عادل طبيب فريق النادي الاهلي لكره السله، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. زميلاتي العزيزه سالة حامد، بشكرك شكرا جزيلا ليكي. يمكن احنا دايما حريصين في كل الماتشات ان احنا نجيب الدكتور، لان الحقيقه هو اكتر صداع كان في دماغ اللعيبه والفتره اللي فاتت هي الاصابات. فالحقيقه ان شاء الله احنا ده هدفنا ان احنا دايما نبقى متابعين وعاملين فولو اب كويس قوي للاصابات،